مساء الخير. وصفة النهاردة هي سيفود كريم سوب أو شوربة السيفود بالكريمة. كان في مطعم في مصر اسمه مطعم البر، آخر مرة أكلت فيه كان من 8 سنين فاتوا، مش عارفة أصلاً موجود لسه ولا لأ، بس كان عنده شوربة شبه دي قوي، عشان كده عملتها. أول حاجة هنحضرها هي الستوك أو المرقة. بعد ما ننظف الجمبري هاخد القشر والرأس وأحطه في حلة وأغطيه بمية مغلية، هسيبه يغلي 20 دقيقة وبعد كده هصفيه وهسيب المرقة على جنب. المرقة دي بتدي طعم حلو قوي للشوربة. بعد كده هستعمل شوية خضار، سويت كورن أو ذرة حلوة، جزر مبشور، مشرومز، بصل أخضر، ثوم كتير، شبت، هافي كريم أو كريمة لباني، ولبن. وللتوابل هستعمل أول باي أو كيجن سيزنين. لو مش متوفر عندكم ممكن تستعملوا ميكس من البصل البودرة، الثوم البودرة، بابريكا، فلفل أبيض وملح. في حلة هحط فيها معلقتين زبدة وهحط البصل والجزر وأقلبهم شوية، وبعدين هحط المشروم وهقلب تاني لحد ما المشروم يدبل شوية، وبعدين هحط الثوم. أنا مش عايزة الثوم يتحرق، فتقليبة دقيقة واحدة بس هتبقى كفاية. بعد كده هحط السيفود اللي أنا عايزاه. المرة دي أنا عملته بجمبري وكابوريا، بس طبعا ممكن تستعملوا أي أنواع من السيفود اللي أنتوا حابينها، زي مثلا جندوفلي، كالماري، سكالوبس، أو حتى سمك فيليه، بس خلوا بالكم عشان السمك ممكن يتهري منكم لو سبتوه كتير. بعد كده هستعمل التوابل. أنا هستعمل أول باي، لو ما عندكوش زي ما قلنا ممكن تستعملوا الخلطة اللي أنا قلت عليها قبل كده. أول باي فيه ملح أصلا، فأنا مش هزود ملح لغاية لما أدوق في الآخر. بعد كده هزود المرقة اللي عملناها والكريمة اللباني واللبن، هقلبهم وبعدين هحط عليهم الشبت والذرة الحلوة، هسيبهم يغلوا 10 دقايق بس. السيفود لو استوى زيادة بيشد وبيبقى طعمه مش حلو. وبكده نبقى خلصنا. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم اعملوه شير مع أصحابكم. بون أبتي، أو زي ما بنقول في مصر صحة وعافية.